جزاكم الله خيرا. من أسئلة الأخ السائل يقول: صليت العشاء قصرا مع جماعة يصلون المغرب وسلمت بعد التشهد الأول والإمام قام للركعة الثالثة، هل يجوز فعلي هذا وما الصحيح؟ مأجورين. فعلك هذا لا يجوز، لأنك تصلي خلف صلاة لا تقصر وهي المغرب، وحكمك حكم الإمام تتابعه وتتم الصلاة أربعا، إذا سلم من الثالثة تقوم تأتي بالرابعة في حكم المسبوق. نعم.